سؤال فيما يخص المغاربة اللي مشاو تنقولوا القتال أو الجهاد على حسب الرأي ديال الجهاد ديالهم. أول حاجة، كون كان أي بلد في العالم وفرات للشباب ديالها أشنو ما يديروا، يعني خدمة، سكن لائق، صحة، وزيد وزيد، ما غيمشيوش. يعني هذاك الخلل اللي ارتكبوا عدد ديال الدول ما وفروش الشباب ديالهم، جعل بالله داعش او الدولة الإسلامية وجدوا لها الأرضية باش تستقطب الشباب اللي تنقولوا فقد الثقة في الوطن ديالو، في المسيرين ديال البلاد، وزيد وزيد. الكتاب اللي كتبت خاصة على هذا الموضوع اللي هو Nos enfants piégés entre délinquance et radicalisation، كيهضر على هذا الموضوع بالضبط. وقسمته أنا أو الشباب اللي مشى، بلا ما ندخلوا في الديتاي غنقسمهم لجوج تاع النقط. كاين الشباب اللي هاجر من الدول العربية والإسلامية لأنه غاضب على الوضعية ديال التسيير ديال البلاد، من البطالة، المخدرات، الفقر، التهميش، الظلم تاع الدول، وكاين الشباب اللي هاجر من دول أوروبية. يعني شي واحد تيقول وانت في دولة أوروبية راك بخير عليك، علاش غتمشي وعلاش مشيت؟ علاش مشاو هذوك الشباب؟ حتى هما راه تقهروا، رغم انهم عايشين في دوله متقدمه اوروبيه. الدوافع اللي دفعتهم باش يمشيو حتى هما راه عياو وتقهروا. ملي سحبت لكم شرا اوروبا، راه الناس كتلقى الفلوس تحت الارض، ورا ما تتفيق الصباح كيدق عليك شي واحد تحت لك باكيه الفلوس. هذاك الشيء راه مشى مع بكري، ايامات الغفله كانت اوروبا فهم يدار، اما دابا والله حتى فيها تماره والعداء. وما ننصحش شي واحد يخرج الا ما يخرج بوراقيه مقادين، يعني بالوريقات ديالو. اما الا خرج شي حار كذا راه غتكرفص اكثر من انت مكرفص في البلاد ديالك. هذا من جهه. الشباب الاوروبي اللي عايش في اوروبا مشى علاش؟ حتى هو تقهر، ان بكثره ما كاين الهجره كثيره كثرنا على اوروبا وكثرنا عليهم، درجه ان بعض الاحيان او في حالات كثيره لكن الاسم ديالك عربي او مسلم ولا هذا ما تعطوكش الخدمه، السي في ديالك تيشدو تيلوحو هذا ما عندنا بين نديرو به، هذا راه فيه مشاكل. الشباب اللي تا هو هنا او في اوروبا لقى داك الطريق الغضب ديالو مشي يخرجو تمايا وصافي، بحال اللي كنقولو غادي ينتقمو. غنبقاو في السؤال ديالنا، هو الشباب المغربي او الناس اللي هاجروا بغاو يرجعوا للبلاد ديالهم، انا مع وضد. إن قد نقول شي ناس اللي كبار انت مشيتي واش داك شي واحد صحه هو بقى تما. وكاين واحد الفئه اللي مغرر بها، يعني ضحكوا عليهم اجيو غتخدموهم بعد راه شدوهم قد فورماطوهم عطاهم السلاح زيد لقدام ولا نتيريو فيك، خاص الدوله تجيبهم كيف عدد ديال الدول داروا في العالم دخلوا. ولكن البلاد ديالنا واش عندنا الامكانيات باش نستثمروا في هاد الشباب ونغسلوا لهم الدماغ ديالهم ونردوهم مواطنين صالحين، ولا غنردوهم غندخلوهم نسدوا عليهم كل غنعطيو واحد 10 سنين ولا 15 عام نقولوا نتهنوا منه وما يخرج يحل الله. ملي غيخرج راه يخرج لك قنبله نوويه، يعني قابل للاشتعال والانفجار. دوك بلا ما نبقاو نضحكوا على راسنا، انما تنظنش استثمرنا في البشر. هذا هو المشكل، هذا هو الفرق ما بين دول اوروبيه متقدمه او المغرب ديالنا ودول عربيه واحده اخرى. ما كنستثمروش في البشر، ما كنستثمروش في التعليم، نقريو الناس، نوعيو، نعلمو الوطنيه، ومن يقرا غادي نوجدو ليه الوظيفه ديالو، ملي غنوجدو ليه الوظيفه ديالو غادي يمرض، غنلقاو ليه السبيطار اللي غادي يداويه، وغنلقاو ليه الامن اللي غيحميه. هادشي كله شبه غير تنقولوا متوفر، حتى إذا كان متوفر راه مدقدق. الشباب باش يرجع راه خاص واحد العمل كبير، ماشي غير التتبع النفسي اللي خاصو يدار، راه بزاف د الحوايج. ها هو التتبع النفسي، راه شحال واحد خاصو هو براسو يدير التتبع النفسي. كيفاش غتتبع لواحد السيد؟ كيفاش غتقنع واحد الشخص اللي مشى غاضب على البلاد
باش تقنعوا هذه البلاد ديالو هذه هي الوطن ديالو. ها انت عطيتي الاخصائي او دكتور او اللي بغيتي نفسك، ها هو وضح ليه، ها هو صلحوا ليك، ولكن ما يخرج الشارع شنو غيلقى؟ غيلقى الخدمه؟ غيلقى با وامو كيشدوا واحد التقاعد زوين ساكنين بخير عندهم الصحه و و و ما يلقاش هادشي. يعني بحال اللي كتخوي الماء في الرمله وما كيامنش بشي حاجه، بان السلطات ديالنا كتستثمر في البشر خاصه هذا النوع اللي مشى تنقولوا داعش وزيد وزيد. نتمنى راني وضحت وجهه النظر ديالي، وهذه كتبقى وجهه النظر ديالي شخصيه وكل واحد حر في التحليل ديالو. الا غنهضروا على الاطفال او وليدات الناس اللي مشاو لداعش اللي عايشين تما على حساب كل واحد فين مخبيش من دوله، للدوله ديالنا خايفه تردو من هادشي، يقول لك هذوك راهم قنابل مفخخه ولا قنابل قابله للاشتعال ولا الانفجار في اي لحظه. الطفل ما نساوش بالله كاينه واحد كونفونسيون ديال جنيف اللي تتعطي للطفل كيف ما كان النوع ديالو في اي دوله في العالم اللي كتعطيه الحقوق ديالو. كنتمنى المغرب راه سنع عليها او وقع عليها، واخا ما كان امنش بعدد ديال التوقيعات اللي داروا في البلاد ديالنا، ان تبقى غير حبر على اوراق ولكن في التطبيق لا علاقه مع التطبيق. هذوك تيبقاو اطفال، اشنو هو الذنب ديالهم؟ واش حتى الدراري الصغار غادي يوليو يخلعونا ردوهم الارض الوطن ديالهم؟ وفي نفس الوقت غنطيحوا في نفس المشكل، الا جبنا الكبار مشكله، جبنا الصغار مشكله. سمعت شي وحدين شي ناس في المغرب تيقول لك هذوك الا جبنوهم راه غادي يكبروا حتى هما ويوليو بحال باواتهم ولا خوتهم ولا زيد وزيد. بطبيعه الحال غادي يولي بحال با ولا خو اللي بغى يهاجر حيت ها هو جا كاع. انت درتي ليه التتبع النفسي، نقولوا واش التتبع كافي؟ التتبع النفسي هو اللي يغدي ليه الكرش ديالو؟ التتبع النفسي واش هو اللي يعطيه الماكله؟ التتبع النفسي هو اللي يعطيه حويجات لائقين؟ هو اللي يعطيه المدرسه؟ هو اللي يعطيه الطبيب؟ هو اللي يعطيه الامن؟ هو اللي يعطيه الجريدات؟ هو اللي يعطيه المخيمات فين غيمشي يصيف بحال الناس؟ هو اللي يعطيه ديك الحمايه؟ راه فرق كبير. ان لو ولاو الدراري الصغار يخلعونا وحنا تنتباهاو بلا درنا مشاريع قدا قداش وكنوقفوا الارهاب والخلايا الارهابيه، ولاو الدراري الصغار يخلعونا ونديروا عليهم اجتماعات كبيره في البرلمان، يعني غير نهبطوا الريدو ونمشيو نديروا شي حاجه اخرى. صعيب علينا نزيدوا للقدام الا ما استثمرناش في البشر وخاصه الاطفال. الاطفال تبقاو دائما ابرياء بحال شي ورقه بيضاء، حنا اللي كنعمروها. الا كتبنا شي حاجه مزيانه راه ترجع لينا بالخير ومزيانه. بقينا تنخربقوا وعلمناهم التخربيق وعلمناهم وشافوا بعينيهم وسط الوطن الكراهيه و و و، راه طبيعه الحال غادي يطردوا حتى هما واحد النهار او يقلبوا على شي طريقه هما يهاجروا بها او ينتقموا. ما نساوش الا حلينا الحدود ديال المغرب راه 45 مليون واحد غتخرج، سواء اللي عنده ولا اللي ما عندوش غادي يبغي يخرج، ان راه شنو نقول لك حبس كبير وسالات الهضره.